الله أكبر.
من
نعوذ من الأمور بالأمس كنا زائرين واليوم نكون مزورين إنا لله وإنا إليه راجعون. خذنا يفك الإيمان والإسلام طلع علينا من آيات الله بين فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والحاصل على الجائزة الدولية في علوم القرآن الكريم والمقيم بمركز مدينة دمنهور. وكانت إذاعة لكم عبر الأنوار الصوتية والأنوار الكهربائية وأولى مخازن الفراشة الكبرى التي كانت ركبة محلات ومخازن الحاج عبد الوهاب سلمان إدارة الباشمهندس وائل عبد الوهاب سلمان المقيمين بكفر الشيخ شلو ونيابة عن مصر العزاء. شكر الله وسعيكم جميعا والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.